توافد عدد من الفعاليات الرسمية والشعبية والعشائرية إلى ديوان عشيرة الإنسور من مختلف أنحاء المملكة لتقديم التهنئة لرئيس الوزراء الدكتور عبد الله الإنسور بالثقة الملكية السامية لتشكيل الحكومة. الله عليك ماشي مين انت؟ الحقيقة الدولية تواجدت في ديوان الإنسور وأجرت لقاءات مع عدد من المهنئين الذين عبروا عن ارتياحهم لتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور عبد الله الإنسور، مؤكدين أنه الرجل المناسب للمرحلة. نأمل خيرا بحكومة أبو زهير، وإن شاء الله إلى الأمام نتمنى له كل التوفيق. ونحن نجزم ونعتقد بأن الدكتور عبد الله وفريقه الوزاري وبدعم من سيدنا سيتجاوز كل المحن التي يمر بها الوطن. تتطلع نقابة المعلمين الأردنية للحكومة الجديدة بدولة الدكتور عبد الله إنسور كل الأمل وكل التوفيق، لأن الدكتور عبد الله إنسور يمتلك خبرات واسعة في الدولة، كان وزيرا للتربية والتعليم سابقا، وكان وأكثر من حقيبة وزارية الدكتور عبد الله إنسور تملك فيها، وهو رجل دولة وهو رجل من القطاع من بين الشعب. الدكتور عبد الله إنسور يعني هم الشعب من همه وهم الدولة من همه، وهو رجل أتوقع أنه في هذه المرحلة هو رجل مناسب في المكان المناسب. بتمنى للحكومة الجديدة أنها تنظر بعمق وبأفق واسع لظروف المواطن وطبيعة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية اللي بمر فيها البلد. الحقيقة المهمة مش سهلة لكنها ليست مستحيلة، وثقتنا بدولة الدكتور عبد الله إنسور عالية جدا، لأنه كان أثناء توليه كل المهام السابقة وأثناء دوراته النيابية كان نائب وطن بحق، وكان قريب جدا من نبض الشارع وقريب جدا من نبض المواطن الأردني، لذلك الأمل كبير ومعقود عليه بأنه يضع البلاد على خارطة طريق صحيحة ومقنعة، وإن شاء الله نتمنى له كل التوفيق. وهذه الحكومة حقيقة مميزة برئيسها المخلص ابن الوطن الدكتور عبد الله إنسور. دولة الرئيس من الناس المميزين، من الناس اللي بيشتغلوا بكل أمانة وإخلاص، ويود حاربة الفساد المالي والفساد الإداري في الدولة. بإذن الله أنها ستحقق آمال الناس وتكون عند مستوى تطلعات الشعب الأردني الأصيل النبيل، هذا الشعب الذي يجب أن نلبي رغباته، ويجب أن دائما نعير كل اهتمامنا وكل جهدنا إلى رغباته وتحقيق احتياجاته. نتمنى لهذه الحكومة أن تكون ذات خير وبركة في مختلف قراراتها فيما يتعلق بالمسيرة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بالنسبة للبلد. نقول في هذه المناسبة بأن المصلحة الوطنية تقتضي أن نتكاتف جميعا كأردنيين حتى نتمكن من تجاوز المشكلات التي تعترض طريق هذا الوطن، وحتى نستطيع أن نرتقي بمستوى رفاه المواطن الأردني وكما يريد سيدي صاحب الجلالة. شكرا وكل شكر لقناة الحقيقة الدولية على تواصلها الدائم وأيضا تفاعلها مع مختلف القضايا. والآن يعني جاء يعني تشكيل هذه الحكومة بقيادة دولة الدكتور عبد الله إنسور في وقت حقيقة يتعرض في الأردن لتحديات كبيرة أقليمية وأيضا يعني محلية، واختيار جلالة الملك لدولة أبو زهير كان يتماشى إلى حد كبير جدا مع نبض الشارع حقيقة، ولاحظنا أن هناك ارتياح كبير جدا، وعبر عن ذلك حقيقة مختلف قطاعات يعني ومختلف ألوان الطيف السياسي عبروا عن تفاعلهم الكبير بهذه الحكومة وبتفاعلها مع مختلف التحديات والعمل على يعني معالجة مختلف الاختلالات، ومنها الموضوع الاقتصادي وأيضا الموضوع الاجتماعي والسياسي.
باعتقادي توجهات هذه الحكومة ستكون متطابقة مع كتاب التكليف السامي بالعمل على الإعداد يعني جيدا، وأيضا تنفيذ الانتخابات النيابية القادمة بأعلى درجات النزاهة والشفافية. وأيضا ستعمل هذه الحكومة من خلال تشكيل متخصصة لمعالجة الوضع الاقتصادي والعجز الكبير في الموازنة. فلذلك أنا باعتقادي الأمل كبير جدا إن شاء الله لهذه الحكومة ولقائد هذه الحكومة ولهذه المسيرة بتوجيهات جلالة الملك بأن نعمل جميعا إن شاء الله على يعني معالجة مختلف هذه القضايا، وأن ننتقل بالأردن إلى مصاف إن شاء الله الدول الأكثر تقدما. الأردن البلد المدني والحضاري وبلد المؤسسات، ونرجو لدولة أبو زهير وأيضا لسيدنا ولهذا الوطن ولمختلف مؤسساتنا كل التوفيق وشكرا الحقيقة الدوليين. بداية يسعدني أن أتقدم بالتهنئة والتبريك لدولة أبو زهير بالثقة الملكية الغالية. فدولة أبو زهير هو أحد أبناء هذا الوطن البارين، وهذا التكليف هو مهمة كبيرة في مثل هذه المرحلة، والمرحلة الاقتصادية صعبة، وكذلك إجراء الانتخابات وإفراز برلمان كما يريد سيد البلاد إن شاء الله، برلمان يمثل كافة أطياف هذا الشعب بحيث يكون هناك ديمقراطية تمثل كافة أطياف المجتمع الأردني. فسيد البلاد حفظه الله هو قائد الإصلاح في هذه المسيرة، فكلنا نسير بهذا التوجه وبهذا النهج، وكلنا نعمل فريق واحد لبناء الأردن بإذن الله. ودولة أبو زهير هو من الشباب الأردنيين الواعدين، الشباب الذين بذلوا الكثير ولهم الخبرات الطويلة في مجال القطاع العام. فدولة السيد عبد الله النسور نتمنى له التوفيق إن شاء الله، وأن الله يأخذ بيده بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية والكتاب التكليف السامي بإذن الله تعالى. يا سيدي الحكومة الجديدة الله سبحانه وتعالى وفق سيدنا فيها، حقيقة كانت حكومة مختصرة، اختصرت عدد من الوزارات، حكومة صغيرة وأيضا فعالة. مجموعة من الوزراء اللي كانوا موجودين في الحكومة هم وزراء تقنيات، هم يعرفون طبيعة العمل الحكومي، وأيضا سوف يقدموا إنجازات أكثر لهذا الوطن. تم اختيار دولة الرئيس أبو زهير، رجل دولة من الطراز الأول، وأيضا يعرف الملف الاقتصادي والملف السياسي والملف البرلماني، فكان اختيار موفق جدا. وأنا أتمنى لهذه الحكومة إن شاء الله مزيدا من التقدم والنجاح وتحقيق الأهداف، وأن تبني على البرامج التي قامت بها الحكومات السابقة. كان معكم من مقر تجمع أبناء عشيرة نسور في مدينة السلط مندوب قناة الحقيقة الدولية معاذ عصفور.